احنا اليوم في حملة لتبقى نظيفة لليوم الثاني في وادي نمار. انطلقت الحملة يوم امس بمنطقة الرياض من وادي حنيفة. الحملة تنظمها وزارة السياحة مع شركائها من وزارة الموارد البشرية، الامانة، الامارة في منطقة الرياض، برنامج جودة الحياة وكافة الشركاء. تتضافر الجهود لتنفيذ مثل هذه الحملات التوعوية اللي هدفها مشاركة مجتمعية بمشاركة المتطوعين على منصة تطوع بتنظيم وزارة الموارد البشرية. احنا مشاركين في حملة لتبقى نظيفة للمرة الثانية، هدفنا هو المحافظة على الأماكن والمناطق السياحية في المملكة بالتعاون مع شركائنا. جيت اليوم أشارك في هذا العمل التطوعي مع والدي، وتيحت لنا هذه الفرصة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وأنا سعيدة اليوم في هذا العمل التطوعي وأتطلع لأن أشارك في الأعمال التطوعية القادمة. Hello, I'm a volunteer in the campaign لتبقى نظيفة, and here we're in وادي نمار today. And the purpose of the campaign is to encourage people to keep touristic destinations clean. اليوم شاركنا بحملة لتبقى نظيفة بمشاركة أكثر من 50 متطوع. نزلنا منتزه وادي نمار. تم تنفيذ هذه الفرصة التطوعية بالشراكة مع وزارة السياحة وعدد من الجهات الحكومية.